أهلا وسهلا بكم في برنامج النقاش. فرنسا على غرار دول أخرى بدأت في الرفع التدريجي للحجر، هذا ما أعلنه على الأقل رئيس الوزراء إدوار فيليب، ولكن العديد من الشروط خاصة بالمناطق المصنفة في منطقة حمراء على غرار باريس ضواحيها وضواحيها وثلاث مناطق أخرى في فرنسا. للحديث عن الموضوع معنا من باريس حسنة حسين، وهي باحثة في علم الاجتماع. معنا أيضا عبد المنعم حميد، وهو استشاري في أمراض الرئتين في مستشفى فوش في ضواحي باريس وتحديدا في مدينة سيران. ومعنا أيضا خير الدين علال، وهو معلم لغة فرنسية في معهد هنري ماتيس في شوزي لوروا في ضواحي باريس. أهلا وسهلا بكم. قبل أن ما أبدأ معكم النقاش، أنتم تعلمون أن هناك هاشتاغ، وأننا نعطي الأولوية للمشاهدين في التعبير عن وجهات نظرهم فيما يتعلق بالمواضيع التي نتناولها في إطار ما يسميه الزميل عادل قسطل بالإعلام الجواري. نتابع. أعتقد أن فرنسا ستنجح في الخروج من الحجر الصحي، خاصة بعد إعلانها تكثيف عمليات الفحص من أجل الكشف عن فيروس كورونا. أما فيما يخص عودة التلاميذ للمدارس، أعتقد أنها ستكون صعبة في البداية، خاصة لصعوبة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين هذه الفئة من المجتمع. الأمر الوحيد الذي قد يجنب فرنسا موجة ثانية من انتشار الفيروس مع رفع الحجر هو تحلي المواطن الفرنسي بالمسؤولية ومواصلة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي. كأستاذ محاضر، إن كان في الجامعة أو في الثانويات، أستطيع أن أقول أننا لسنا حاضرين كإدارة. باعتقادي الموضوع النفسي سيؤثر كثيرا بهذه العودة، ولكن الطلبة يتوقون للعودة، لأن هذا الموضوع له علاقة بما نسميه الاتصال البشري، ليس فقط الاتصال عبر الهاتف أو الاتصال عبر وسائل التواصل، ولكن الاتصال البشري المباشر بمعنى أن ترى الشخص أمامك. مثل ما قلنا في البداية، إذن رئيس الوزراء إدوار فيليب أعلن عن هذا الرفع التدريجي للحجر الصحي. مايوت، في جزيرة مايوت تم تسجيل عدد قليل من الإصابات ولكنه في ارتفاع. باريس وضواحيها عدد الإصابات في تراجع منتظم وتدريجي، ولكنه يبقى مرتفع أكثر مما توقعنا. أبدأ مع ضيفتي حسنة حسين. حسنة حسين، حسناً فعلت فرنسا باتخاذ هذا القرار بالرفع التدريجي للحجر؟ أعتقد أن هناك عوامل متعددة دفعت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى رأسها العامل الاقتصادي وإعادة تحريك العجلة الاقتصادية، وهو أمر هام. ولكن أيضا مسألة التعليم هي في صميم هذه القرارات، خاصة برفع الحجر الصحي التدريجي، ولا سيما لأن لديها تأثيرات سلبية متعددة، خاصة على الأطفال صغار السن. وبالتالي من الضروري اليوم أخذ قرار واضح بخصوص هذا الأمر. طيب عبد المنعم حميد، أنت إذن في صلب الموضوع، خاصة بالنظر إلى اختصاصك، وفي مستشفى أيضا يعني واجه بشكل صريح ما يعرف بالكوفيد 19، أنت برأيك هذا القرار كان يتوجب أن يتخذ في هذا الوقت بالذات مع أن الفيروس يستمر في الانتشار؟ أسعد الله مساءكم الأستاذ والسادة المشاهدين والزملاء والزميلات المشاركين. طبعا كان هذا هو الوقت المناسب طبيا وعلميا حسب الدراسات لاتخاذ هذا القرار. نحن حاليا في مرحلة تعايش مع هذا الفيروس منذ أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر حاليا. تم هذا القرار، خلينا نقول الرئاسي، من رئاسة الحكومة بناء على معطيات علمية طبية وعملية،
واستشارات تمت على قدم وساق من أجل الوصول إلى هذا القرار. هذا القرار عبد المنعم هو المجلس العلمي الذي شكله ماكرون كان ضد، مع أن القرار يقال أنه قرار سياسي بامتياز. طبعا ليس بهذا الشكل بالضبط، لان كان هنا تختلف فعلا الاراء، وهذا هو موضوع النقاش، الاراء المختلفه. المجلس العلمي كان متحفظا، ولكن هناك الكثير من الاطباء ومن لهم خبره عمليه في معالجه المرض، وعلى الواقع كان لديهم النصائح والإرشادات ببدء رفع الحجر التدريجي، وهذا ما تم. نحن لدينا مؤشرات، لا نعتمد على ما يكتب أو على ما يقال من دون الإثباتات. نحن حاليا في فرنسا قد وصلنا إلى مرحلة ممتازة من مكافحة الوباء، من وقف انتشاره ومن القدرة على السيطرة عليه وتدبير المرضى. نحن نقول إن عند بدء الأزمة أو الجائحة كانت احتمالية العدوى تصل إلى 4 أو إلى 6 أشخاص، حاليا احتمالية العدوى نزلت لأقل من واحد، فهذا من الأمور المبشرة من أجل رفع الحجر. وهذه النسبة من نقص احتمالية العدوى كانت بفضل شيئين. الأول، نعم، هو الحجر الصحي الذي كان الالتزام به، دعنا نقول 70 إلى 80%، ولكن من جهة أخرى هناك نقص في فوعة الفيروس. هذا الفيروس عندما بدأ في الشهر الثالث كانت فوعته، أو ما نسميه بالشارج فيرال، كان والفوعة كانت كبيرة جدا. نحن حاليا في فترة تترجم شارج فيرال بالعربية بالفوعة، هذا لعلمنا نحن، لأن نحن نجهل بالطب. إذا تسمى الفوعة بالعربية. خلينا نقولها الفوعة الفيروسية. هذا قلناها في اللجنة العلمية في تجمع الأطباء الفلسطينيين، هي الفوعة. الفوعة الفيروسية قلت عن ما هو كان عليه في شهر أو في شهر 2 أو في شهر 3. هذا ما يسمح لنا من وجهة الطبية العلمية أن نقول أننا في مرحلة نستطيع أن نجري رفع حجر صحي تدريجي جزئي بعد ربما. هذا بالنسبه هذا الجانب الطبي واضح، ولكن هناك اسئله كثيره وكبيره جدا بالنسبه لقطاع التعليم. معك خير الدين، يعني المساله بالنسبه للتعليم تطرح العديد من الاشكاليات، خاصه بالنسبه للاولياء. لا فعلا اتفق معك في هذا الطرح، لان منذ البدايه عندما اعلن ماكرون في خطابه الاخير عن رفع الحجر في 11 مايو كان قرار سياسي محض، رغم اختلاف الراي لدى الهيئه العليا للصحه. وسوف اعطيك بعض الارقام. هناك 60% من الاباء ضد رجوع ابنائهم، صحيح، وأغلبية النقابات ضد الرجوع لأن هناك ارتجالية في رفع الحجر. من هذا المنطلق أقول بأن الحجة التي ساقها الوزير التربية أو رئيس الحكومة أو رئيس الدولة هي تقليص الفارق البيداغوجي والاجتماعي، وأنا لا أتفق على ذلك أبدا، لأن حسب الإحصائيات هناك الاستئناف، ليس دخول، لأن فرق بين لارونتري ولاروتري، هناك استئناف دراسي في الأول لم يخص إلا 15% من التلاميذ، يعني نسبة قليلة. كيف يمكن وعندنا بروتوكول صحي فيه 60 صفحة إذا أراد أرادت الدولة يعني أن تضمن يعني ضمانات صحية صحيحة، وهذا من المستحيل أن نضمن هذا البروتوكول الصحي، يعني استنتاج تطبيق بشكل سليم لا بد من إخضاعه للواقع. هناك بنايات قديمة، حجرات ضيقة، وفي هذا السياق واكتظاظ خاصة بالنسبة للمدارس. بالفعل، يعني كيف يمكن أنه من بين القرارات حظر أنه لا يمكن أن يكون اجتماع لأكثر من 10 مثلاً أفراد. طيب اسمح منذ اليوم، يعني يحتاج خير الدين مهمة تقول خير الدين بالنسبة لمسألة التناوب. يعني هذا اليوم مثلا يأتي نصف التلاميذ، وفي اليوم الوالي يأتي النصف الآخر،
هل هذا بداغوجيا يعني ممكن لأن الحرص على مستوى التلاميذ، ولكن يعني ما معنى هذا الكلام؟ هل توجد جدية في هذا الموضوع؟ أنا أقول لك بصراحة، يعني المعادلة الصعبة التي وجد فيها القرار السياسي هي كيف يمكن التوفيق بين الاقتصاد والفوارق الاجتماعية والصحة. وآخر ما فكر فيه يعني هي الفوارق الاجتماعية في التعليم. أعطيك مثلا يعني بسيطا حتى نوضح، قلت 60 حتى 70% من الآباء لن يرسلوا أبنائهم. وإذا رأينا مثلا في سان دوني، لأن هناك مثلا أغلب الآباء والأمهات عاطلين يعني نادروا، إذن سوف لن يرسلوا أبنائهم. وبهذا يعني الحل أو الحجة التي سلف ذكرها لن تكون واقعية. يعني جل التلاميذ الذين هم يعني منذ 3 شهور في فشل دراسي سوف يكونون وسوف يبقون في المنازل. أنت وضعت المشكل في الأساس. يعني حسنا هناك مشكلة سوسيولوجية واضحة في هذا المجال، لا؟ نعم. تعقيبا على ما جاء به الزميل، يجب الأخذ بعين الاعتبار اليوم عدة أمور تخص بإعادة العملية التربوية التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعود بشكل طبيعي، لأن هناك عمليات تصفيات. مع أن دول اتخذت قرارا واضح مثل إيطاليا العودة في سبتمبر، مثل ما يجب التفرقة بين القرارات السياسية وبين الإمكانية تنفيذها على أرض الواقع. واليوم بحسب ما نلاحظ خاصة في فرنسا، أتحدث بشكل رئيسي بأن مجموعة كبيرة من المدارس، وكنت على تواصل مع مجموعة من المدرسين ومسؤولين عن بعض المؤسسات التربوية في العاصمة الباريسية في الفترات الأخيرة، أن غالبية المدارس سوف تفتح بشكل جزئي وسوف تستقبل أعداد قليلة من الطلاب، وبشكل تدريجي بحسب المراحل سوف يتم البدء بالمراحل الابتدائية ومن ثم المراحل المتوسطة ومن بعدها الثانوية. وبالتالي الهدف ليس بيداغوجي أستاذة، الهدف ليس بيداغوجي، الهدف هو اقتصادي، هو يعني استقبال، مجرد استقبال. أنا أظن ذلك مجرد استقبال لفتح المجال للآباء الذين هم يعني اليد العاملة، خاصة للآباء ولأولياء الأمور الذين بحاجة إلى بشكل أو بآخر إلى العودة إلى أعمالهم التي لا يمكن أن تتم عبر عن بعد. وبالتالي سيكون للأولوية دائما للأطفال لهؤلاء الأطفال على سواهم، وخاصة أن موضوع أن وزارة التعليم لا يمكن أن تفرض على أولياء الأمور أمر هذا مشكل عويل، وهذه مشكلة. وأعتقد اليوم هذا الأمر يطرح إشكالية أكبر وأعمق، خاصة هي إشكالية التعليم الافتراضي والتعليم عن بعد. عبد المنعم حميد، حصلت العديد من المعطيات الخاطئة في البداية من قبل السياسيين الذين يقررون اليوم رفع الحجر، أن الكمامة ليست ضرورية، تبين الآن أنها ضرورية وألا تدفع غرامة. هذا من جانب. في البداية لا، الطفل الصغير لا يمكن له أن يكون معطيا، تبني أن الطفل الصغير يمكن أن يكون معطيا. إذن مسألة الثقة التي يتحدث عنها الضيفان حتى طبيا يعني اهتزت نوعا ما، لأن هناك معطيات. صحيح أننا لا نعرف هذا الفيروس، ولكن كيف يمكن لمتحدثة باسم الحكومة أن تأتي وتقول يا جماعة الكمامة ليست ضرورية، لأن ليست لي كمامات ولا يمكن لي أن أستورد كمامات؟ غريب شوي، لا؟
طبعا هذا كان في كان لما بلشت الأزمة في أول شهر ثلاثة كان في نقص في الكمامات في كل فرنسا، حتى في بعض المشافي كان. هل هذا النقص يبرر أن تتخذ قرارا يمكن أن يكون خطيرا على الصحة، خاصة طبعاً هذا في حال وجود كمامات فإن هذا العدد من الوفيات لن نصل إليه أبدا؟ طبعا هذا يرجع اليها، هذا تتحمل مسؤوليه كلامها. لكن انا منذ البدايه كنا في اللجنه العلميه قلنا ان يجب لمن يستطيع وضع الكمامه ان يضع الكمامات، حتى كنت اقول على الكمامه المصنوعه من النسيج او من المصانع الالبسه هذه لا تفيد، ولكن إذا لم نتوفر لدينا كمامات أخرى فيمكن وضعها. وأحب أن أنوه أن وضع الكمامة هو ضرورية ومسؤولية لكل شخص، حتى الآن بعد بدء رفع الحجر التدريجي. أنا عندما أضع الكمامة ليس لحمايتي أنا من العدوى، فهي لا تحميني إلا بنسبة أقل من 10% كما قالت منظمة الصحة العالمية، ولكن عندما أضع أنا الكمامة وعندما يكون لدي بعض الأعراض أو إذا كنت مريضاً لا سمح الله، فأنا أحمي الشخص المقابل من أن تتم العدوى عليه. لذلك وارتداء الكمامات اللي هو من الأمور التي جرى عليها نقاش طويل وعريض من منظمة الصحة العالمية والوزارة الصحة الفرنسية ومختلف وزارات الصحة، لم يكن هناك قواعد ثابتة. ولكن وضع الكمامة كما كنا نلاحظه في الصين، كانوا يرسلوا رسائل شخصية للأشخاص عن طريق الطائرات المراقبة، أنت وماش حاطة الكمامة بس في الصين وكوريا الجنوبية واليابان هي ثقافة، يعني ثقافة الكمامة موجودة منذ فترة قديمة. طبعاً وهذا ما يجب أن يستمر الآن. نحن عندما نقول نحن اليوم الاثنين نبدأ برفع الحجر الصحي التدريجي الجزئي على الكثير من المناطق ببعض التحفظات عن بعض المناطق الحمراء، ولكن يجب وضع الكمامة هناك. عندما والعدد الكمامات ليس كافيا حتى الآن، عدد الكميات حسب مختلف الأخصائيين ونحن في اليوم الأول من رفع الحجر ليس كافيا، لأن استيراد ملياري كمامة هذا لا يعني أي شيء. هذا تأخير، ولكن عندما أضطر إلى الذهاب إلى العمل لا أستطيع أن أجريه عن بعد، يجب أن أحصل على كمامة. حاليا في الصيدليات، أنا في المنطقة عندنا هون في الكاترو فاندوز في 92 في صيدليات توجد فيها متوفرة، حتى في سوبر ماركات موجود فيها الكمامات ذات الصنع اليدوي أو نقول المحلي. في كمامات يعني حتى شكل الكمامة يعني غريب شوية. طبعاً ولكن تساعد إليك، لكن خير الدين يمكنك كما قلت إنه تبقى هذه الكمامة أفضل من لا شيء. طيب خير الدين، أنت كمدرس يمكن لك أن تلزم تلميذاً بأن يأتي بكمامة؟ يعني ليس من اختصاصي هذا السؤال، يعني الآن أصبحت ولا يدفع غرامة. يعني من يعني الممنوعات في التعليم هو الإرغام، يعني هذا يعني لا يمكن، خصوصا أنه احنا مشكل للأساتذة، مليون أستاذ في فرنسا، كيف ستجهزهم بمليون يوميا كمامة؟ يعني هذا صعب شوية. أرجع لما قاله الدكتور المحترم، هو أنه في البداية لما قالوا عن عدم جدوى الكمامة ليست لظروف صحية، ليست لمعطيات صحية، لظروف اقتصادية، لأن المخزون ليس كافيا. هذا هو ما قالوه، وعند يعني القرار السياسي يماشي المخزون، وهذا يعني أنا أعتبره شيئا. أعود لمسألة مهمة أشرت إليها الأخت حسناء، على ما هو يعني إعطاء الآباء الصلاحية يعني في يعني الدخول التطوعي، وهذا يعني أجده شيئا ما غريب. كيف يمكن إعطاء للأب هذه المسؤولية الجسيمة التي عجز عليها الجهاز الطبي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ونقول للأب لك الصلاحية لإرسال أو عدم إرسال ابن؟ هنا يعني كما يقول بالفرنسية imposition cornélien، يعني هناك شيئا ما يتجاوز غير وضع.
يعني يتجاوز محدودية أو المقبول. ويمكن تعرفوا أن إدوار فيليب له 3 أبناء وقال لن يذهبوا إلى المدرسة. عوضا أن يعطي المثال. قال يعني لأنه هو خريجي لأنه هو محدود وسوف يترك المجال للآخرين. لا يمكن هذا. أنا بالنسبة لي شيء صعب أنك تعطي للأب القرار والحسم بأي معطى بأي يعني. وأنا تكلمت يعني يوميا أهاتف الآباء ويسردون يعني يقولون نحن في بين المطرقة والسندان يعني. العاطفة تقول هناك مجهول والمجهول دائما مصدر الخوف، وهناك يعني واقع أن هناك الأبناء الذين لم يعودوا يهتموا بالدراسة إلا مرحليا. وأنا ماذا أقول لك؟ حسنة لم تشعري أنت عندما مثلا تسمعين أوليفي فيران وزير الصحة يتحدث يا جماعة خلوا بالكم ستعودون، ولكن في حال عدم انضباطكم فإنكم ستعودون إلى الحجر. هي الطريقة في حد ذاتها لصحيفة لباريزيان. فجاءتك شخصيا يعني أن تحمل المسؤولية مباشرة، أنت تتخذ قرار بوضع كل العالم تحت الحجر ثم تتخذ قرار برفعه ثم تأتي وتقول يا جماعة أنتم تتحملون المسؤولية. يعني اجتماعيا هل هذا الكلام مقبول يعني بشكل؟ للأسف التعاطي مع الأزمة الصحية التي رتبها فيروس الكورونا في فرنسا وفي عدد كبير من الدول الأخرى على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي يمكن أن يقول أنه بالكارثي. وهذا أمر خطير خاصة على موضوع الثقة مع الحكومة وفي قدرتها على إدارة الأمور والأزمات، لأن هذا موضوع أساسي في كيان الدولة وكيان السلطة. إذا لم تستطع أن تقوم به على أتم على كما يجب، وبالتالي هذا سيؤدي ب أيضا خاصة في الحالة الفرنسية بشكل سلبي، سيؤثر بشكل سلبي على علاقة المواطنين بالسلطة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هذه الضبابية لها آثار سلبية أيضا على السلوكات النفسية، على الحالة النفسية للمواطنين، لأنه الإنسان على الأقل يجب أن يتوافر حد أدنى من المعلومات ومن الشفافية في موضوع هذه الإدارة وفي موضوع المستقبل على المستقبل القريب، سواء كان في موضوع التعليم، في موضوع الاقتصاد، في موضوع السياسة أو في أي مواضيع أخرى. وبالتالي أن تراكم هذه سوء الإدارة على مختلف النواحي في فرنسا أو غيرها من الدول لا يمكن إلا أن يؤثر بشكل سلبي على السلوكيات وعلى النفسيات. طيب عبد المنعم دبر حالك يعني، لأن أنت أمام معارضين. أنت أمام معارضين لفكرة رفع الحجر الدولي. نقطة أولى، نحن نطلب لكل شخص عمره أكثر 11 سنة بوضع الكمامة. زميلي الأستاذ بارك الله فيه أنه لا نستطيع أن نلزم أحداً. طبعاً لا نستطيع أن نلزم أحداً، ما في شيء ملزم، ولكن هذه مسؤولية. بس ملزم يدفع غرامة 135 يورو يدفع. هذه مسؤولية. أنا في مسؤولية. أنا كإنسان مسؤول. مسؤولية من يا أستاذ؟ أنا قلت عفواً اسمح لي. هو يقول لك مسؤولية من؟ مسؤولية الشخص. أنا مسؤوليتي، أنا عندما أضع الكمامة إذن أنا مسؤول عن عائلتي وعن جيراني وعن من حولي في العمل، في المترو، في المستشفى، في المصنع. أنا عند أضع الكمامة أنا أحمل آخرين فيما لو كنت مريضاً، وهو يضع الكمامة ليحميني أنا فيما إذا كان هو مريضاً. إذن هذه مسؤولية، يجب أن أتعلم ما معنى المسؤولية. يعني طيب عبد المنعم أنا فهمتك، بس أي ناخب صوت لماكرون وصوت لإدوار فيليب حمله المسؤولية للتصدي لمثل هذه الكوارث. كيف بعد ذلك تقول له أنت تحمل مسؤولية؟ لا، هذه مسؤولية كشخص، كإنسان. أنا كإنسان
أنا كإنسان فهمان واعي عاقل أنا عندي مسؤولية أن أضع الكمامة وحتى وأنا لاحظنا أن الكثير من العالم بدأ تصنعها في المنزل. يا دكتور يجب توجيهها. في مدارس في مكان في أي سيدة أنا جارتنا عندها ماكينة خياطة صارت تصنع وتوزع للجيران هذه تبقى أفضل من لا شيء. الشغلة الثانية ما قامت به صحيح أن في البداية كان هناك يمكن في لا أنا مش أقول التخبط لأنه هذا الموضوع كنا أنا ما بقول في كثير عالم قالوا تخبط الأطباء وتخبط السياسيين هذا فيه كانت مجال نقاشات لأنه في الموضوع جديد الإمكانيات ما كانت مؤهلة التدبيرات ما كانت موجودة بس في شوية تخبط بيني وبينك يعني في بس مش طب يمكن سياسي بس إنه الخطة بالخطة إنه في الدراسة اللي نشرتها إدارة الصحة مدرسة الصحة الفرنسية بيت إنه في خلال شهر إنه جنبنا فرنسا 62 ألف حالة وفاة هاي الدراسة اللي موجودة فيما يخص أيضا العودة للأطفال إلى المدارس لاحظنا إنه كل الأمور قلنا إنه إدوار فيليب يمكن ما يحط أولاده بالمدرسة يمكن زوجته هي اللي قررت مش هو إنه اللي قرر مثل ما عم بيصير كل مثل ما عم بيصير كثير في كثير من حتى تبتسم أكيد أنا زوجة قرر أكيد تبع أولادي ولا لا وراء كل رجل عظيم وأنا المرأة يعني هي أقل ضررا من الفيروس أقل من الرجل يعني طبعا 70-30 طبعا 70% النساء رجال 30% نساء هلا عشان نحن في عوده تدريجيه هلا اليوم نحن اجتنا الايميل هلا اليوم نحن عطله اجانا الايميل من الميري من محافظه المدينه بيتو لا ديفونس قلنا انه كيف رح يصير تدرج دخول الاطفال الى المدارس فبقول لك انا انه زوجتي انبسطت يعني بشكل صريح لانه عوده ابني اللي هو بالكوليج بالسنه بالصف بالسيزيان بالصف السادس بالاعداديه وبنتي باخر مرحله بالابتدائي سيكون في نهايه الشهر لان ستكون الاولويه اذا كان الابوين يعملان مثلا في القطاع الصحي او في قطاع العمل وانا الوحيد الذي اعمل في قطاع الصحه لذلك اولادي سيدخلون متاخرين ولكن انا هذا وجهه نظر زوجتي ايضا عشان اقول انه مش انا هي وجهه نظري وفي وجهه نظر حتى من بفريقك بالمشفى او بعائلتك في وجهات نظر ممكن تكون مختلفه عنك ولكن لدخول الاطفال الى المدارس تناقشنا مع اطباء الاطفال وفي حتى في الالزاس في منطقة الألزاس إنه قالوا لنا إنه دخول الأطفال حالياً إلى المدرسة أو تأخيره إلى شهر أيلول سبتمبر هذا سيان لماذا؟ لأن نحن في مرحلة تعايش مع الفيروس الفيروس لن يذهب في شهر 7 أو في شهر 8 أو لا سيستمر ولكن بحالات أقل خلي بالك اسمع بدي راول تزعل يزعل مش أنا مش متعلان عنه بفوعة سيقل سيبقى ولكن سيقل وفوعة الفيروس تكون أقل فأن ندخل الأطفال حاليا وما بعدنا يمكن شهر للمدرسة لتخلص أو ندخلهم في شهر سبتمبر فهذا هسيان هذا رأي أطباء الأطفال الذين عايشوا المرض وعايشوا المرضى الأطفال يعني الطفل غير مرضي لا ما قاله لا ما قاله الطفل المعدي لكن بالنسبة لديهم سيان الطفل المعدي طبعا الطفل يمكن أن لذلك ننصح إنه الأطفال ما يروحوش يزوروا جدادهم والختايرة بس ما يزور جده بس يمشي أنه يروح يشوف الأستاذ الفرنسية في شوازيلو روا مش مشكلة يعني لا مش مشكلة أنا أقول الأشخاص الأشخاص الختايرة اللي عندهم أمراض إنه ما يروح علشان يعديهم لكن إذا تمت النصائح ايضا الاساتذه انا في عندي كثير المرضى حتى عندهم زراعه رئه وعندهم اساتذه في المدارس في مدارس في الكوليج او في الاعداديات بعت اعطيتهم اذن او تصريح طبي انه هن اشخاص على خطوره اذا اصابهم المرض فيفضل انه ما يروحوا على الشغل هذا في كل واحد في كل انسان في له حالي خاصه بذاته أنا كأستاذ عمري 50 سنة أو 60 سنة إذا كان في عندي سوابق مرضية وبخاف إنه إذا عديت تكون أكثر وخيمة علي أنا ممكن إنه أخذ إجازة للمرضية حتى على مستوى السكرتيرات أنا في عندي سكرتيرة أعطيتها إجازة مرضية لأنه عندها هي أمراض ممكن إذا انعدت أو انصابت تكون خطيرة فقعدت في البيت لمدة 6 أسابيع هلأ رجعت لديهم هذا كله يتم دراسته حالة بحالة طيب خير الدين الجانب الطبي أقنعك لا لا
الحقيقة لا، لأن هناك دراسات أخرى تثبت، يعني تثبت شيء آخر. نعطيك مثال، النقابات طلبت من الحكومة ضمانات قانونية، يعني من سيتحمل المسؤولية القانونية، هل لرؤساء المؤسسات أم المدرسين؟ ولحد الآن كان هناك قرار سوف يخرج ولكن أجي، يعني يبين خطورة الموقف. لو كانت بهذه يعني السهولة بأن يعني المجال الطبي يفتح المجال للتلاميذ لكان شيئا سهلا، ولكن في الواقع أظن أن رغم احترامي لأطباء للأطفال، المدرس الأستاذ يعني له بحكم الواقع فهو طبيب وعامل اجتماعي واستثنائيا هو أستاذ، أكسسوارما هو أستاذ ويعني كل ويعني رجل أمن وما وإلى غير ذلك، وما أقوله صح. بهذا المنظور كما قلت منذ لحظات، يعني سوف يخلق إشكال، هل الأستاذ سوف يذهب للمؤسسة ليدرس أم سيبقى؟ لأن قرار للموضوع للأباء وأنه لا هناك استئناف تطوعي، هل سيذهب للمؤسسة ليدرس أم يدرس في الصباح وفي المساء يقوم بتدريس عن بعد؟ يعني إشكال. طيب هذا الإشكال حسنا يدخلنا في سؤال فلسفي ونحن في نهاية البرنامج، أين تبدأ المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية وأين تنتهي؟ قبل الإجابة على سؤالك توفيق، سوف أعود وأتأسف من جديد بأن وزارة التعليم الفرنسية لم تحدد كما يجب خاصة موضوع التعليم عن بعد، وأعتقد أن هذا أمر ضروري، لأن الأغلبية في حتى في الأشهر القادمة أو حتى في بداية العام الدراسي الجديد هناك تحديات جديدة فرضتها هذه الأزمة الصحية، يجب تحديد معالمها بشكل رئيسي من أجل كافة الأطراف، سواء المؤسسة التربوية أو سواء الأساتذة أو أيضا بالنسبة للأطفال وبالنسبة للأهل، لأن هذه من بين هذه التحديات المرتبطة بالتعليم الافتراضي أو التعليم عن بعد الذي هو حتى اليوم على المستوى العالمي الحل الأنجح بالنسبة والأكثر اتخاذا بالنسبة من للعديد من الدول، يفرض دائما إشكاليات مثل الفجوة الرقمية. هناك الأطفال صغار السن بين 4 و8 سنوات هم الأكثر تضررا من التعليم عن بعد، كيف سنواجه هذه الأمور؟ كيف سنعمل على تحقيق دور المؤسسات؟ جملة في الختام عن المسؤولية لأننا في نهاية البرنامج، تفضل. أعتقد أن اليوم هي مسؤولية كل فرد، من كل مواطن اليوم، أن نحاول جميعا، نتعاون جميعا من أجل تخطي هذه الأزمة يدا بيد. هناك تخبط سياسي، هناك تخبط سياسي أو عدم تخبط سياسي، اليوم المسؤولية هي جماعية وتفترض إعادة توحيد وتضامن قوي من مختلف الفئات، من مختلف الفاعلين في الدولة. الشكر في الختام لحسن حسين وهي باحثة في علم الاجتماع، الشكر لعبد المنعم حميد وهو استشاري في أمراض الرئتين في مستشفى فوش في ضواحي باريس، وشكر لخير الدين علال وهو معلم لغة فرنسية في معهد هنري ماتيس في شوازي لوروا. شكر لفريق البرنامج. قبل أن أودعكم أذكركم بالهاشتاج، وهذه العبارة يجب أن تظل عالقة في ذهن كل المشاهدين عبر العالم. نتابع هذا الجرافيك للزميل عادل قسطر. شكرا
شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.